السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نصوب معكم كيش كبير، تابعوني. نبداو على بركة الله. عندي فلفل احمر، شوية فلفل حار، فلفل اخضر توقطعته، عندي هنا داند او ديك الرومي، عندي هنا بصلتين صغيرتين، شوية ديال المعدنوس، بيضتان، قليل من النشا، عندي هنا القرعة قطعتها، عندي هنا الزيتون مقطع كان عندي في كونجيلاتور، زيت المائدة، ملعقة زبدة، عندي التوابل، عندي فلفل أسود، قليل سكنجبير، فلفل أحمر، ملح، شوية زعتر، واحد فص ديال التومة، ضمات البنة، عندي خمارة حمراء، واحد ياغورت طبيعي. ناخد المقلة نوضع على النار، نضيف فيها قليل من زيت المائدة، ملعقة صغيرة من الزبدة، نوضع البصلة مع فص ديال التومة ما نساوش، غادي نوضع توابل، قبصة ملح، قبصة إبزار خفيفة، غادي نحركها نخليها تشحر شوية، غادي نضيف عليها الديك الرومي، غادي نحاول تاهو نشحرو شوية مع داك البصلة، غادي نضيف من بعد ما يتشحرو لي هادو ونحيدهم، نضيف نفس المقلة، ضفت الفلفل الأخضر والحار والأحمر، اللي عنده فلفل أصفر يمكنلو يضيفو، درت التوابل اللي شتوها، إبزار، فلفل أحمر، قليل من سكنجبير، شوية الزعتر، القليل من الملح، غادي نخلط جيدا حتى تشحر، غادي نضيف عليه باقي المكونات من بعد ما تشحرنا شويه ديال الفلفله، غنضيف القرعه اللي كانت عندنا مقطعه قطع صغيره، غنضيف شويه ديال المعدنوس اللي قطعته، والقليل من الكنور، غادي نغطي عليه ونخليه يطيب، من بعد هنا خديت اناء درت فيه جوج بيضات، واحد ياغورت طبيعي، قليل من النشا فقط، اللي بغى يضيفها، اللي ما بغاش يقدر يستغنى عليها، قليل من الخمارة حمراء كذلك، ضفت غير القليل، غادي نحركها، غنضيف عليها التوابل اللي كانت عندنا من قبل، شوية زعتر، شوية فلفل أحمر، شوية إبزار، شوية سكنجبير، غادي نضيف لداند اللي شحرناه، والخضرة اللي شحرناها، غنخلط الكل. غادي ناخذ العجين ديال الكيش ديالنا اللي ديجا راني حطيتها لكم في القناه ديالي، ها هي، انا خديتها هنا خضراء، طلقتها وتقبتها بالفورشيط، غادي نوضع عليها الخليط، نحاول نسطح الخليط فوق العجين بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، غادي نوضع القليل من الفرماج محكوك ما وريته لكمش في الاول، من بعد ما حكيته غادي نضيفو عليها، غادي ندخلوها للفرن، انا الفرن سخنته من قبل، غنحاول نوضعها في الفران يكون سخون من قبل ويكون الحراره مهيله، يعني يطيب على خاطرو، في هاد الأثناء غادي ندخلو الفرن ونتلاقاو إن شاء الله من بعد ما يطيب، هذا هو الطبق النهائي، يعني من بعد ما طاب غادي نقطعو حداكم، جربوه تيجي لذيذ وسهل ماشي صعيب، هذا هو الشكل النهائي. شكرا لكم، شكرا على تتبعكم، إلى اللقاء.